لعيبه النادي الاهلي عندهم طموح كبير جدا. يمكن النصف النهائي ده دور النادي الاهلي بيوصله للمره الخامسه وللمره الثالثه على التوالي. الحقيقه انجاز كبير جدا، لكن طموحات لعيبه النادي الاهلي زادت قوي، لان هم خدوا الميداليه البرونزيه او المركز الثالث ثلاث مرات في تاريخهم. فدلوقتي هم عايزين يوصلوا للمباراه النهائيه ايا كان المنافس. طبعا المنافس كبير وبطل القرن في اوروبا، واحد من اقوى الفرق الاوروبيه رغم الغيابات اللي عنده طبعا. طب خلينا بقى في الغيابات دي، عشان الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ماسكه في موضوع الغيابات، وده مدينا امل كبير في المباراه. شايف ازاي ممكن غيابات ريال مدريد تؤثر على النتيجه النهارده؟ هو الحقيقه الفرق الكبيره اللي زي ريال مدريد بيكون عندها بدائل على نفس المستوى، واحيانا بتكون افضل. لكن لا شك انه غياب احسن لاعب في العالم كريم بنزيما، مهاجم من طراز فريد، لا شك انه غياب حارس بقيمه كورتوا من افضل الحراس في العالم، لا شك ان بيبقى ليهم تاثير سلبي على الفريق. لكن احنا مش عايزين، طبعا في ميليتاو وفي ايدن هازار، في مجموعه من اللاعبين غايبين للاصابات، لكن احنا مش عايزين نحط في دماغنا المساله دي، لان زي ما بقول لحضرتك دايما بيكون الفرق الكبيره دي عندها بدائل. وانا عايز اقول مثلا انه كريم بنزيما غاب عن منتخب فرنسا في كاس العالم، ومع ذلك المنتخب وصل للنهائي بالبدائل الموجوده في فرنسا، وصل للنهائي وكان يعني قريب جدا من ان هو ياخد كاس العالم كمان. صحيح. امام الارجنتين في المباراه النهائيه. اذا اللعيبه اللي موجودين في ريال مدريد دلوقتي لا لعيبه برضو كبار، وكل واحد فيهم عنده قيمه تسويقيه كبيره جدا. انا عايز اقول انه مثلا قيمه النادي الاهلي التسويقيه يعني لا تتجاوز 30 مليون يورو في مقابل حوالي 830 يورو لريال مدريد. القيمة التسويقية الفرق كبير جدا جدا، لكن أنا بقول عشان كده احنا بنقول انه مقابلة ريال مدريد ده نفسه إنجاز كبير طبعاً للنادي الأهلي. تخيل حضرتك لو النادي الأهلي أو أي فريق مصري عايز يلعب مع ريال مدريد مباراة ودية، النادي الأهلي أو أي نادي مصري تاني هيدفع كام؟ مش اقل من 3 مليون او 4 مليون يورو. ده اقل شيء. بنتكلم على مباراه رسميه علشان تلعب مباراه وديه كمان. لا احنا النهارده بنتكلم على مباراه رسميه. لو بنتكلم على التاريخ احنا فوزنا قبل كده في مباراه وديه.